أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكم في ممارسة لعبة الكرة؟ وما حكم الرواتب التي يتقاضاها اللاعبون من الأندية على هذه اللعبة؟ الرواتب ولا الجوائز؟ على كل حال، لعبة الكرة إذا لم يشغل عن واجب، عن الصلاة وعن الواجبات، وكان معه ستر العورات لا يكشفون العورات، وكان محدودا ليس كثيرا يستغرق الأوقات، ويصير هم الإنسان وشغله لعب الكرة، إذا توافرت هذه الشروط فهو مباح، ما حصل فيه ضياع تضييع صلوات ولا شغل عن واجبات، وله كثير يأخذ وقت الإنسان كله، يصير مهمة الإنسان ومهنته لعب الكرة، ولا فيه كشف عورات، هذه الشروط يكون مباحا، لأن فيه تقوية للبدن وترويح عن النفس. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط إنه لا يجوز. وأخذ الرواتب على ذلك ينبني على نوعية اللعب، إن كان اللاعب خاليا من هذه الشروط أو من بعضها فالراتب لا يجوز، لأنه في مقابل عمل لا يجوز. أما إذا كان لعبة الكرة منضبطة بالشروط فأخذ الراتب عليها لا بأس به، ولكن كونه ينصرف إلى عمل أشرف وأفضل يكون خيرا له. نعم. أما أخذ الجوائز على لعب الكرة هذا قمار، هذا محرم من الميسر. نعم. لأن المغالبات والمسابقات لا يجوز أخذ العوض عليها إلا فيما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاث، هذا حصر، إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. النصل تعلم الرماية، والخف والحافر تعلم ركوب الخيل وركوب الإبل، لأن هذه من أدوات الجهاد ومن وسائل الجهاد، فيجوز أخذ المسابقة أو السبق عليها الجائزة. أما بقية المسابقات فأخذ الجائزة عليها قمار وميسر وحرام، لأنه أكل للمال بالباطل. نعم.